الصحة والجمال لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم جديد في الطب. زي ما وعدنا حضراتكم قبل كده إن إحنا إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الجديد في الطب بخصوص مرض السكر ومضاعفاته. بصراحة إحنا لاحظنا في الفترة الأخيرة إن مريض السكر لما بيعاني من أعراض أو مضاعفات مرض السكر، خاصة لو في قدم سكري، بيتابع مع دكتور الغدد أو دكتور السكر، وبعد كده ممكن يتابع مع دكتور تغذية وبرضه دكتور جراحة لو لا قدر الله في قدم سكري أو في جرح عنده في رجليه. عشان كده احنا قررنا أنا ومجموعة من الأطباء إن احنا ننشئ مجموعة تكون هدفها الرئيسي أو الأساسي إن مريض السكر لو عنده قدم سكري أو بيعاني من مضاعفات السكر ياخد جميع الخدمات أو جميع التخصصات أو الاستشارات الطبية من مجموعة أطباء في مكان واحد، بدل التشتت أو بدل عدم التناغم بين الأطباء اللي هو بيتابع معهم. طبعا احنا هنتكلم في الحلقة دي عن شكل من أشكال العلاج ممكن يكون جديد على حضراتكم أو مرة تسمعوا عنه يعني، وهو العلاج بالأوزون أو الأكسجين الطبي النشط. بيشرفني أو بيسعدني بالحضور في هذه الحلقة معنا دكتور طارق الطنبولي، رئيس الجمعيه المصريه للعلاج بالاوزون واستشاري الطب التكميلي والعلاج بالاوزون. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا دكتور علي، يا مرحبا. طبعا حضرتك معانا في المجموعه دي، وانا طبعا نوهت عن فكره المجموعه او ايه الهدف الرئيسي من انشاء هذه المجموعه. احب برضه حضرتك حابب ان انت مثلا تضيف حاجه بخصوص الفكره دي يعني. الحقيقه انا دايما بفضل ان مريض السكر يتابع مع دكتور السكر اللي هو دايما بيتابع معاه. فإحنا ما حطناش في المجموعة بتاعتنا طبيب سكر إلا إذا عند الاحتياج بنقول له والله لو أنت ساكن في المنطقة الفلانية في منطقة شرق القاهرة مصر جنوب مدينة نصر، ممكن فلان الفلاني ممكن أتعاون معاه. لو في منطقة المهندسين والدقي وسط البلد فلان الفلاني أو أي دكتور سكر أنت تقدر تستريح معاه، وبالذات لأن إحنا بنفضل أن يبقى دكتور السكر قريب من السكن بتاع المريض علشان يقدر يتابع معاه، ولو حصل اي مشاكل لا قدر الله يبقى هو موجود بتاعه. انما هي التجميع الفكره بتاعتنا الحقيقه الدكتور علي نوه عليها هي وجود جراح ووجود اخصائي تغذيه ووجود الطبيب المعالج بالاوزون او الاكسجين النشط عشان نقدر ندي حل لمشاكل السكر مضاعفاتها، ليس قدم السكري فقط ولكن جميع مضاعفات السكر. وإحنا النهاردة هنبدأ كلامنا الحقيقة بمضاعفات السكر، مستغلين صور القدم السكري اللي عندنا اللي هنزهلكوا بعد شوية، ونشوف قد إيه استطاع الأوزون مع ضبط السكر مع دكتور السكر والتزام المريض، وده شيء مهم جامد جدا، مهم جدا جدا انه يلتزم بالكلام دوت، التزامه ان احنا نقدر نخوض بيه ان احنا نطلع بالقدم بتاعته من مرحله السوء وتطور الحاله للأسوأ الى انها نقدر نعالجها. او بمعنى اخر يعني احنا طبعا بنتعامل مع مريض السكر قبل ما يوصل لمرحله قدم السكري، او بيعاني مريض السكر مظبط السكر بتاعه. ده معظم حالات السكر او معظم الناس ماشيه على علاج السكر، بتقيس بالاجهزه المعينه او المخصصه لقياس السكر، بيبقى النتائج بتاعتها مثلا ممكن تكون مظبوطه او النتائج مش مظبوطه، بيتابع مع دكتور الغدد او دكتور السكر بيظبط له السكر. بس بالرغم من السكر ممكن يكون مظبوط، المريض نفسه بيبقى فيه مضاعفات او فيه اعراض للسكر، المرض السكر دي معتاد عليها ومعروفه بين الاطباء وبين المرضى، زي التنميل، زي ضعف الذاكره، زي ضعف الحاله الكليه او الجسمانيه الصحه الكليه. احنا بنتعامل مع هذه الحالات يعني، احنا بيبقى المريض بيجي بيتابع مع دكتور السكر بتاعه، بياخد العلاج بتاعه سواء كان مرشام او سواء كان انسولين، بياخد العلاج بتاعه والسكر بتاعه يكون مظبوط. احنا بنتعامل مع المضاعفات او الاعراض او الشكوى اللي هو بيشتكي منها، والادويه اللي هو بياخدها مش جايبه معاها نتيجه.
ما بنعالجش مريض السكر، يعني احنا ما بنعالجش مرض السكر، احنا بنتعامل مع الاعراض والمضاعفات. اذا كان المريض في مرحله المضاعفات الاوليه ولسه ما دخلش على حاجه مثلا زي القدم السكري، وده من المضاعفات الخطيره او الجسيمه لمرض السكر، فاحنا يعني بنضمن له باذن الله ان شاء الله طبعا ان هو ما يخش او ما يوصلش لمرحله القدم السكري. ده بيبقى مع الجلسات او مع العلاج اللي احنا بنعمله. لو لا قدر الله دخل في مرحله القدم السكري، فالمرحله دي او الشكل ده من اشكال المضاعفات للاسف التعامل معاه بيتم بشكل، معظم الحالات بيتم معاه بشكل جراحي منذ البدايه. احنا بنبذل قصارى جهدنا بحيث ان احنا ما نوصلهوش للمرحله الجراحيه او مرحله البتر لا قدر الله. ده عن طريق شكل من اشكال الطب البديل او الطب التكميلي زي ما بيطلق عليه، وهو العلاج بالاكسجين النشط او العلاج بالاوزون. انا احب اوضح برضك للمشاهدين ان ليه السكر بيؤدي لمشاكل كثيره في اعضاء كثيره في الجسم. ده كان سؤالي كنت لسه سالته حضرتك على فكره. لان ده لان السكر بيؤثر على الاوعيه الدمويه، بيؤدي الى تصلب الشرايين وضيق الشرايين، فضيق الشرايين وتصلبها بيؤدي الى كميه دم اقل بتصل للعين، تصل للشبكيه، نبدا يحصل لي مشاكل في الشبكيه ويحصل لي مشاكل في العين. انا مريض سكر، فانا عندي استعداد للجلطات 4-5 اضعاف اي انسان عادي ما عندوش سكر. ليه هذا الاستعداد للجلطات؟ سواء جلطات دقيقه في شعيرات دمويه دقيقه زي اللي بتحصل في العين وفي الشبكيه، او بتحصل في القدم، او بتحصل في الكلى. ليه؟ لان ان 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 السكر بيتلف الشرايين من الداخل، الجدار بتاعها بيعمل فيها التهاب، وبعد كده يحصل دي تصلب، وكميه الدم اللي تبقى واصله تبقى اقل. لما كميه الدم اللي واصله اقل اي عضو من الاعضاء وليكن الكلى مثلا، يبقى هتشتغل بكفاءه اقل، وتفضل الكفاءه دي تقل طول ما انا ما بلتزمش في مرض السكر، وما بلتزمش في الاكل بتاعي، وما بلتزمش في الادويه، والسكر بتاعي طالع نازل بانخفاضات قويه وارتفاعات عاليه، مفيش التزام كمان، فانا بلاقي ان الدنيا بتسوء زياده، وكل شويه بيتدهور وظيفه هذا العضو لغايه ما يصل الى درجه الفشل او يحصل له جلطات زي ما بتحصل في المخ وغيره. تمام، يعني كده يا دكتور نقدر يبقى دي اجابه اول سؤال. انا طبعا هسال حضرتك دلوقتي ايه السبب الرئيسي في مضاعفات، في ظهور مضاعفات او اعراض الاعراض بتاعت مرض السكر؟ ليه مريض السكر دايما نفس الشكوى عند معظم المرضى اللي هي التنميل او الضعف العام او المشاكل اللي بتحصل بعد كده على القرنيه او العين والاسنان والذاكره؟ هل هو السبب الرئيسي هو ضعف او قصور الدوره الدمويه الواصله للاطراف؟ ده حقيقي يا دكتور علي، هو ده الملخص والخلاصه، هو ضعف وقصور الدوره الدمويه الرايحه للعضو. طيب. فلما قلت انا دلوقتي ان انا لما ببقى مريض سكر، وانا فعلا مريض سكر، لما انا بأهمل في العلاج بتاعي، أيوة. بأهمل في الانسولين بتاعي، وبأهمل في الاكل بتاعي، فانا السكر عندي بتاعي مش منتظم، فبتسوء الحاله، تفضل القصور في الدوره الدمويه تحصل وليكن في القلب مثلا الى ان يضيق جدا ويحصل لي جلطه، وتؤدي بي ان انا اضطر اروح للمستشفى، واروح النهارده بنركب دعامات وندخل في غيره. شغله الاوزون بقى هنا الطبي، وهو عباره عن اكسجين نشط. الأوزون الطبي لابد ان المشاهد يعرف ان هو خليط من الاكسجين العادي بتاعنا والاكسجين النشط. يعني انا لو تصورت ان ده الكوبايه دي هي جهاز الاوزون، فانا متوصله بانبوبه اكسجين، داخل لها انبوبه الاكسجين، داخله لها من هنا، من الناحيه الثانيه بيطلع لي 95% اكسجين و5% اوزون، او 4% او 3% او 2% او 1%. ده ماكسيمم، اقصى حاجه اقدر اديها 5% اوزون، اللي هو الاكسجين النشط ثلاثي الذره، هو اكسجين ثلاثي الذره. فبدل ما ذره الاكسجين هي ذرتين، جزء الاكسجين عفوا هو ذرتين ماسكين في بعض كده، بيصبحوا ثلاثه، ودي الوحده الثالثه دي في وضع غير ثابت، فبتنتقل اول ما بتدخل الجسم تقدر بتبقى ترجع تبقى حره ثانيه، تدور على ذره ثانيه عشان ترجع تعمل جزء اكسجين اخر. لما بتقابل في وشها بكتيريا بتقدر تتعامل معاها، لما بتلاقي التهاب بتقدر تتعامل معاها، وهلوم جره يبدا الاوزون يعمل الشغل بتاعه من خلال الاوعيه الدمويه. طيب دلوقتي يا دكتور، طبعا لما الناس تسمع كلمه اوزون، في يعني انا حتى في خلال العمل الخاص يعني والاحتكاك مع المرضى يعني دايما بيخلطوا او بيخافوا من كلمه اوزون ان هي ليها علاقه بالكورتيزون والمضاعفات والاعراض الجانبيه. طبعا هو الاوزون ده غاز اللي هو اسري زي ما حضرتك قلت، والكورتيزون حاجه ثانيه خالص. ايوه. طيب الناس اهم حاجه طبعا قبل ما نعرف ايه دور الاوزون في تنشيط الدوره الدمويه وعلاج قصور الدوره الدمويه، هل الاوزون غاز سام؟
وهل الأوزون ليه أعراض جانبية أو مضاعفات ممكن تأثر على المريض، وهي الحالات أو هي الأمراض اللي تتعارض مع أو الأوزون يتعارض معها إن ما ينفعش للمريض ياخد أوزون وهو عنده الأمراض دي؟ هي الحقيقة تتلخص في الأمراض اللي ممنوع فيها هي الغدة التسممية، الغدة الدرقية التسممية. دي الأساس بتاعنا في القصة دي. والناس اللي عندهم ما يسمى بأنيميا الفول، في أنيميا الفول ما بيقدرش يتخلص من مفعول الأكسدة اللي بيقوم بيه الأوزون. الأوزون مادة مؤكسدة، وده اللي بيخلي ناس كتير قوي وأطباء كتير جدا إزاي تعالجوا بمادة مؤكسدة. يا جماعة الأبحاث دي من سنة 1870 وأثبتت إن هذا الأوزون بيجي يطلع الذرة الأكسجين اللي قلنا بتبقى الحرة دي، ويجي على جدار الخلية يخبط عليها يقول لها أنا مادة مؤكسدة، لأن إحنا بنديه بكميات بسيطة جدا، يوم يستفز الخلية الطبيعية إنها تنتج مضادات أكسدة. معمول أكتر من 10,000 بحث على إنه يزيد إنتاج مضادات الأكسدة الطبيعية. بدل ما أنا بقعد أبلبع مضادات أكسدة كأدوية، لا، أنا الأوزون بيقوم بهذه المهمة بطريقة طبيعية، بيستفز الجهاز المناعي في الجسم ويستهز غلاف الجسم إن هي تنتج مضادات أكسدة طبيعية. يعني فضل. نقدر نشبهه مثلا بدور اللقاحات او الامصال مثلا بالضبط كده. ده تشبيه جميل جدا، حاجه بنفس القصه. يعني احنا كلنا واحنا اطفال خدنا الجرعات بتاعه شلل الاطفال، تطعيم شلل الاطفال. تمام. الجرعات ديت بالفيروس بتاع شلل الاطفال مقتول، لا اتينيويتد. يعني ايه اتينيويتد؟ تم اضعافه، ضعيف. يعني انا باخد السم نفسه الفيروس نفسه واشربه كطفل، ثلاث نقط اللي بياخدها الطفل ده فيها الفيروس بتاع شلل الاطفال. وكلنا الحمد لله اللي طعمنا لم نصابش الاطفال، لان ده بيحفز بقى الجهاز المناعي انه ينتج مضادات لهذا الفيروس. وبعدين ناخد جرعه تانية عشان تاني وجرعه ثالثه وجرعه تنشيطيه بعد كده مش عارف بعد كام سنه، وهلم جره علشان نخلي الجهاز المناعي دايما عنده جيش جاهز ضد هذا الفيروس. بنفس الفكرة المبسطة دي انت وجهتيني فعلا ان انا اشرحها بهذه البساطة، ان فعلا الذرة دي بتروح تحافظ على جدار الجدار الخلية الطبيعية وعملها. طب لو خلية مش طبيعية، لو خلية مريضة هي اكسدها لان ما عندهاش هذه القدرة. مين بقى الخلايا اللي هم بالشكل ده؟ البكتيريا. ما عندهاش في جدارها جهاز ينتج مضادات اكسدة، فلما يجي لها مادة مكسدة يقوم الاوزون يقتلها، لما الفطريات يقوم الاوزون يقتلها. بمناسبة البكتيريا والفطريات، وعلى فكرة وأغلب الفيروسات بيقدر يأثر عليها بطريقة مختلفة أغلبها. فإحنا لما نيجي نتكلم نقول إيه، حمامات السباحة في أوروبا بقت تتعقم بالأوزون. ويحضرني هنا إن سنة 84 في لوس أنجلوس، دورة أولمبية في لوس أنجلوس، اتحادات السباحة الأوروبية رفضت إن اللعيبة بتاعتها السباحين بتوعها وبتوع الألعاب المائية بتوعها إن هم يلعبوا هناك في حمامات السباحة الأمريكية لأنها معقمة بالكلور فقط. ليه؟ لأن الأوزون أصلا بيقدر يقضي على الفطريات اللي الكلور ما بيقدرش يقضي عليها. تمام، بس كده هيحصل خلط بقى عند الناس. أيوة، حضرتك بتتكلم على حمامات السباحة، تعقيم حمامات السباحة أو المياه، يعني تعقيم حمام السباحة بالأوزون. أيوة، ده مش الأوزون الطبي. لا، ده مش أوزون الطبي. تمام كده؟ لا، مش أوزون يعني الطبي. يعني دايما الناس أو معظم الناس أو بعض الأطباء مثلا ممكن يهاجموا الأوزون، يقول إن هو ده غاز سام وغاز مؤكسد وغاز بيدمر الخلايا، وبيخلطوا دايما بين الأوزون الطبي والأوزون الصناعي. تمام. الأوزون الطبي حضرتك قلت أو في بداية الحلقة إن هو الجهاز بيطلع منه من تركيز 95% تقريبا أكسجين. مش تقريبا، ده أقصى حاجة. بالزبط. يعني بحيث 5% الأوزون بأقصى حاجة. ده الماكسيمم كونسنتريشن. عشان لو حبيت أغلط ما أعرفش أغلط. بالظبط كده. يعني الأوزون اللي هو بيعقمه بالمياه أو الخضروات، لأن طبعا في أجهزة أوزون منزلية تستخدم لتعقيم المياه والخضروات واللحوم والفاكهة وكده. أيوة. دي وبرضو اللي بتستخدم في تعقيم مياه حمامات السباحة. تمام. دي بتبقى ده بيبقى أوزون صناعي. أيوة. بتركيزات عالية جدا. أيوة. بأجهزة غير يعني مختلفة تماما عن الأجهزة الطبية. ده حقيقي. تمام. يعني ده أوزون طبي تركيزه مخصص للاستخدام الآدمي أو الخلايا البشرية بمعنى أصح. ومولد الأوزون الطبي بيستهلك أكسجين طبي من أنبوبة الأكسجين العادية. التاني بياخد الاكسجين من الهواء. الاكسجين من الهواء. تمام. فيقدر يستخدم بيه صناعيا. طب يعني نفهم من كلام حضرتك دلوقتي ان الاكسجين او الاوزون عباره عن غاز اكسجين نشط. ايوه. جزيء اكسجين ثلاثي للذرات. ايوه. تمام كده؟ ملوش اي اعراض جانبيه. أيوة. على خلايا الانسان. ايوه. هو بس بيؤثر على الخلايا اللي هي اللي بتفقد او مش موجود فيها مضادات اكسده. طيب هل نقدر مثلا نقول ليه علاقه بالخلايا السرطانيه؟ بص حضرتك، الدراسات اللي كلها اتعملت كانت بتتعمل على ان استخدام الاوزون في المرضى اللي بياخدوا علاج كيماوي بحيث ان هم
بنعمل حاجه اسمها بريكونديشننج في الطب، ان احنا عمليه تحضيريه، ان انا بقوي جهاز المناعي وبزود محتوى الدم من الاكسجين، بحيث ان انا لما اتلقى الجهاز العلاج الكيماوي افضل مستمر في العلاج الاوزون بتاعه، فبيقلل على الاقل 50% من مضاعفات العلاج الكيماوي على الاقل. ده في عده دراسات اثبتت هذا الكلام. هنا استخدام الاوزون، يبقى احنا ما بنقولش ان هو بيعالج الكانسر، مش هنقعد نقول ان هو بيعالج كل حاجه، هو مفيد جدا جدا، ولكن انا ما بستخدمه في الاورام في الحته دي، اجفنت مقوي للعلاج الكيماوي، بحيث ان هو يساعد على عدم هدم الخلايا الطبيعيه اللي موجوده اللي بتتاثر وبتمرض نتيجه العلاج الكيماوي، لان العلاج الكيماوي مش بيأثر على الخلايا اللي اصيبت بالاورام فقط، لكن بيأثر كمان في الخلايا الطبيعيه او التعبانه والمجهده. فعشان كده بنلاقي الشعر بيقع ونلاقي اجهاد للمريض. الحقيقه كل المرضى اللي استعملوا الاوزون قبلها وفي اثناءها، يعني لو هياخد الجرعه وياخد بيبدا من قبلها باسبوعين او ثلاثه يبدا ياخد الاوزون، واثناء الجرعه يفضل بعدها ياخد الاوزون، الحقيقه المضاعفات دي بتقل كثيرا جدا جدا جدا. جميل. طيب يبقى احنا بقى هنخش بقى في الموضوع بتاعنا يا دكتور، وهو موضوع الحلقه بتاعتنا اللي هو دور الاوزون في علاج اعراض ومضاعفات مرض البول السكري، او ما هو متداول بمعروف بالمرض السكر. طيب. احنا قلنا ان الاوزون او المشكله الرئيسيه لمريض السكر هو ضعف او قصور الدوره الدمويه. طيب. طب لو حبينا نشرح برضو عشان ما يبقاش كلام عام او كلام يعني هولاني او ملهوش شكل طبي او شكل علمي ثابت، يعني ازاي الاوزون بينشط الدوره الدمويه او بيحسن في علاج قصور الدوره الدمويه؟ ده كلام ممتاز. ازاي بيحسن الدوره الدمويه؟ بعده وسائل بيقوم بيها الاوزون الحقيقه. يعني نمره واحد ان هو بيوسع الشرايين، يعني انا عندي الشريان كده كده يبدا يوسعه كده، يعني يعمل حاجه اسمها فازودايليتيشن. دي ما بتتمش في جلسه واتنين، لا بتاخد وقت بتاخد وقت بتاخد وقت بتاخد وقت، بتساعد في القصه. طيب ايه تاني؟ بيزيد حاجه اسمها النيتريك اسيد اللي بتعمل الفازودايليتيشن دوت، حمض النيتريك اللي هو بيعمل ليه؟ ايه تاني؟ بيخلي كرات الدم الحمراء ما تلتصقش ببعض، فيعمل شيء من السيوله الطبيعيه. فلو انا عندي ضيق في شريان بحيث ان انا الطرف ده واصل له 30% دم فقط، لما يحصل لي شيء من السيوله الطبيعيه بقت 35، يجي كمان الاوزون يمسك كرات الدم الحمراء ويخليها تحمل كميه اكبر من الاكسجين. طب لحظه واحده معلش، عشان حضرتك قلت كلمه دلوقتي. أيوه. الكلمه دي بتبقى مقلقه لناس كتير. أيوه. سيوله طبيعيه. أيوه. يعني ما في ناس ممكن تسمع كلمه سيوله تخاف، تقول لك انا لو خدت الاوزون وحصل لي جرح في الدم. لا لا لا, لا, لا انا 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 كنت محدد في الكلمه يا دكتور عادل. تمام. قلت سيوله طبيعيه. تمام. ان انا تحسين الجريان او سريان الدم. سريان الدم. تمام. لو انا دمي تقيل يبقى القصه تتحسن ويجري اسرع للطبيعي وليس اكثر من الطبيعي. مش زي الاسبرين ممكن يعمل لي سيوله زياده، مش زي الهيبارين، مش زي كل الادويه بتاعه مسيلات الدم اللي عارفينها المرضى اللي عندهم جلطات واللي عندهم جلطات في القلب وكده بيحتاجوا مسيلات للدم، فدولت الحقيقه القصه عندهم مختلفه تماما. استاذن حضرتك مستقبل الاتصال الخارجي. ايوه. السلام عليكم استاذه سلمى. ايوه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك معاكي. انا يا دكتور اختي عندها سكر والبيبي بينزل صغير قوي، و هو اول بيبي قعد في للاسف في الحضانه شهر مثلا، بس الحمد لله عايش. ولما جت حمل التاني البيبي توفى بعد الولاده بيومين. فهل الاوزون بيساعد في حاجه زي كده ولا لا؟ يعني هي عندها سكر؟ اه هي عندها سكر، والمشكله عندها ان البيبي بيتوفى بعد الولاده على طول. اه اول بيبي عايش بس قعد في الحضانه شهر او اكتر، البيبي التاني معاش وبينزل صغير قوي. تمام. طب تمام. يا دكتور حضرتك في اي استفسار بخصوص الحاله؟ لا هي بس يعني ارجو ما اعرفش بقى حضرتك تعرفي اذا كانت هي كانت في الوقت ده ملتزمه بالانسولين وملتزمه بالادويه بتاعه السكر، وكان السكر بتاعها منتظم في الحمل ولا لا، لان الحقيقه المشكله الطبيعيه ان احنا نقابل حجم كبير للجنين نتيجه في مرضى السكر، فواضح ان هي مش ما كانتش عامله كنترول كويس، وقد يكون عندها الدوره الدمويه في المشيمه كمان متاثره. أيوة. قد تكون بسبب السكر او قد تكون باسباب اخرى. تمام. حضرتك ستي تقدري تقولي لها ان الاوزون مفيد جدا في الحاله بتاعتها. هنالك رساله ماجستير اتعملت في كليه العلاج الطبيعي بتشوف قد ايه الدوره الدمويه في المشيمه ممكن تتحسن بالاوزون وتزيد نسبه الاكسجين فيها.
اللي هو بلاسنتال بلاد فلو، يعني بلاسنتال بلاد فلو. تمام. فكان عندها بلاسنتال انسفيشنسي، نقص في الدوره الدمويه في المشيمه، وهذا النقص تحسن وعاد لطبيعته، واغلب الحالات كان رجعت تقريبا للطبيعي. اصلا لما وصل ل 90% من الفلو الطبيعي يبقى انا رجعت تقريبا للطبيعي. فاعتقد ان هي المفروض ان هي تاخد الاوزون من اول الحمل. في ناس بيخافوا في اول 3 اشهر حمل، لا تاخده من اول حمل، ما فيش مشكله خالص في القصه ديت. يعني انا عن نفسي انا مريت بتجربه شخصيه مع حفيدتيني. في الاولانيه في بدايه الثامن، الزميل الاستاذ الدكتور المتابع للحاله كلمني قال لي يا دكتور طارق انا ما رضيتش ازعلك الاسبوع اللي فات، احنا بقالنا اسبوعين اهو دلوقتي كده البنت ما بتزيدش، احنا بدانا الشهر الثامن وما بتزيدش غير 40 50 جرام، والمفروض نزيد فوق ال 150 جرام. هنكمل الموضوع ده، هنسال بس اتصال خارجي ثاني. معانا اتصال استاذ عزت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا كنت عايز اسال الدكتور اللي بيتكلم عن الاوزون. ايوه. في حالات بالنسبه للشبكيه، ايوه مش عارفين نعالجها خالص في اي حاجه، يعني العلاج بتاع متاخر جدا ما بيجيبش نتيجه. هل الاوزون ده ليه دخل في علاج الانفصال الشبكيه؟ ده مريض سكر يا استاذ عزت؟ ايوه مريض سكر. حاله مريض سكر عنده انفصال في الشبكيه؟ ايوه. تمام. وبسأل برضه حاجه ثانيه يعني القدم السكري. ايوه. كان رحنا الجراح وبتر صباعين لاخ، وبعد كده سمعنا عن الاوزون فجينا اتعالجنا بيه وخفت القدم بقت كويسه، ومره واحده قطع الاوزون. ومره واحده قطع الاوزون. سمعنا دلوقتي الحمد لله. تمام. اي سؤال اخر؟ بس. الله يخليك، شكرا قوي. شكرا لاتصالك يا استاذ عزت، شكرا. طيب دلوقتي هنكمل بس نكمل القصه حضرتك بقى. فقلت له يا دكتور انت هتديها كورتيزون عشان للام علشان الرئه تنمو بتاعه الجنين البنت الحفيده وتعمل لها قيصريه. قال لي ايوه. قلت له توقف بس عليك اسبوع ما تداش حاجه، انا هتصرف بالاوزون بتاعي وبعدين نشوف النتيجه. فبعد اسبوع راح لقى ان البنت زادت بدل الطبيعي ان زادت حوالي 150 جرام 170 جرام، انها زادت 300 جرام. تمام. فهو ذهل من النتيجه، ده نتيجه تحسن الدوره الدمويه، زياده نسبه الاكسجينيشن، كرات الدم الحمراء تاني بتشيل كميه اكبر من الاكسجين معاها وتروح للخليه، ادي الخليه تروح كمان يبقى عندها يعني كرم نقول ايه حاتمي في اعطاء الاكسجين كمان بسخاء يعني بسخاء للخليه. تمام. فيبقى انا كميه في شيء من السيوله الطبيعيه في الدم، زودت كميه الدم، وسعت الشرايين، زودت الاكسجين المحمل المحمل، فبكده الخليه بتنشط وتشتغل احسن. ده اللي حصل في الاجنه عندي انا في حالتي، عكس اللي حصل مع في الحاله بتاعت استاذ سلمى بالظبط كده. عشان كده انا شاكك ان يكون عندها تاثير فقط من السكر، فقط من السكر، وقد يكون عندها نفس المشكله في جنين الام اللي مريضه بالسكر المفروض بيبقى الحجم بتاعه كبير. بس هو الكلام ده لو عامله كنترول. تمام. وفي بعض الاحيان لما الكنترول ما يبقاش قوي يعني بس برضه بنقابل حجم كبير، انما الحجم القليل اعتقد ان كانت برضك تعاني من قصور في الدوره الدمويه في المشيمه. الاوزون هيفيد في الحاله بتاعتها، هيفيد فيها جامد جدا. اما الاخر بيتكلم على الشبكيه، أيوة. فهي الحقيقه احنا ما بنعالجش الانفصال الشبكي. الانفصال الشبكي ده له رواده وله اطباءه، والنهارده الليزر يعني حل مشكله للدكاتره قبل الحقيقه المرضى، يعني القصه بتاعت الانفصال الشبكي. ولكن زي ما نقول تاني، الاوزون بيفتح حاجه حلوه قوي. احنا اتصال عن اتصال. طب نستقبله ونكمل كلامنا. طيب معانا اتصال خارجي. استاذه مريم السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. بس ممكن اعمل مداخله مع الدكتور؟ اتفضلي انا والدي جاله مرض برجر، ده اللي هو بسبب السجاير. برجر ديزيز. ايوه. يعني بقاله حوالي 3 سنين مثلا مش راضي يخف خالص. فهل العلاج بالاوزون ينفع في حاله زي دي ولا ما ينفعش؟ حاضر. شكرا لاتصالك يا استاذه مريم. قولا فصل واحدا، اي نعم ينفع وبشده، لان في الاخر هو قصور في الدوره الدمويه. واللي هقوله تاني ان هو النهارده الاوزون قلنا بيزود بيوسع الشرايين، ان هو بيزود السيوله الطبيعيه في الجسم، بيزود كميه الاكسجين المتاح للخليه، وبيعمل حاجه جميله جدا. الحاجه هي ما يسمى بالكولاترز، الفرعيات، بيفتح الفرعيات.
اللي هي الشرايين الصغيره اللي بتبقى مقفوله، ربنا سبحانه وتعالى خالقها موجوده ريزيرف. ايوه. كان زمان مريض القلب لما يجي له جلطه في القلب الدكتور يقول له خليك قاعد، ما تقومش من السرير، تعمل تواليت في السرير، ما تتحركش لغايه الجلطه ما تثبت. بعد كده يقول له ايه بقى؟ انا عايزك تمشي كل يوم ساعه علشان نفتح الفرعيات. الفرعيات دي ان هي السدد عندي في الحته دي في الجزء ده. أيوة. يقوم ايه يبدا يوصل لي ما بعده لكميه، ساعه مش هيوصل نفس الكميه، ولكن يا سيدي بدل ما وصل لي 20 30% يوصل لي 50% 60% من مجموعه الحاجات اللي الاوزون بيعملها. أيوة. نفس القصه في نرجع للمريض بتاع الشبكيه، الشعيرات الدمويه الدقيقه بتتحسن، والبلاد سبلاي بتاعه اللي هو يعني نقول ايه توصيل الدم للمنطقه بتتحسن، زياده الاكسجين بتتحسن للعين وللخليه، فما بيحصلش التدهور اللي احنا متعودين عليه في انه يحصل في مريض السكر باستمرار، لا بنوقف هذا التدهور وبنقلله جدا جدا. تمام. يعني فاهم كلام حضرتك، يعني اي مرض غير مضاعفات السكر، اي مرض الاساس العلمي بتاعه او السبب الرئيسي بتاعه هو كسوف الدوره الدمويه. ايوه. ده الاوزون ممكن يفيد في الحالات دي؟ ده هو الشغل الرئيسي بتاع الاوزون. تمام. ده الشغله الرئيسيه بتاعت الاوزون. حضرتك يعني يحضرني هنا حضرتك ان في كوبا بتوع عملوا دراسه على الناس اللي وظائف الكلى بتاعتهم تدهورت. لما تدهورت دولت ما وصلوش لفشل كلوي. بداوا يدوهم اوزون لمده شهر حقن شرجي يوميا. 70% منهم تحسنت وظائف الكبد الكلى عندهم. انا قلت كبد ولا كلى في الاول؟ كلى. كلى. فهي الكلى وظائف الكلى عندهم تحسنت. فده يدل ان تحسن الدوره الدمويه زياده نسبه الاكسجين هو اللي بيخلي بني ادم نشط ويخلي كل خليه نشطه وتقدر تشتغل الشغل بتاعها وتحرق صح وتشتغل صح. تمام. طب مده العلاج يا دكتور، هل ليها مده معينه او فتره معينه المريض ممكن يلتزم بيها وبعد كده؟ لان اتصال استاذ عزه كان بيتكلم على حاله قدم سكري وحصل استئصال تقريبا او باتر للصابعين وبعدين المريض وقف. هل المريض لما يعني بياخد العلاج وبيتحسن ده ويرجع يبطل بعد كده، هل ده بيأثر بعد هو كده؟ هو لا، هو لابد من الاستمرار، هو لابد بس استمرار. ازاي هذا الاستمرار؟ اما بنعمل 12 جلسه كل 6 شهور، من 12 ل 15 جلسه كل 6 شهور، من 4 ل 6 شهور. ايه من 4 ل 6 شهور؟ دي بتختلف على حسب حاله المريض وقد ايه درجه تدهور الاوعيه الدمويه كانت عنده وسنه مثلاً. وسنه. أيوة. والسكر بتاعه، في كل دي بتتحسب. نقول له احنا عايزينك 3 مرات في السنه، كل مره هتجي لنا شهر 3 مرات في الاسبوع، او ان احنا نجيبه مره في الاسبوع او مره كل 10 ايام بالكتير. ده هنا يحضرنا حاجه بقى مرض برجر، كان عندي حالتين، واحد فضل مستمر وزي الفل، بيجي لي بقى دلوقتي مرتين كل شهر خلاص وهو ماشي حياته كده والحمد لله 40 وبطل سجاير. عندي واحد تاني اولاده بيشتكوا لي ان هو رجع يشرب سجاير تاني، فطبعا الحقيقه وكان امتنع وسائت وجالي تاني وتحسن تاني. لما اتحسن بدا يشرب سجاير، حاجه غريبه جدا الحقيقه يعني. انا ونفهمه انت شربك للسجاير هيقطع رجلك. انا ما اعرفش انا ايه موضوع السجاير، انا كنت مدخن يعني، انا كنت مدخن وبطلت سجاير، ايه المشكله؟ باقي واحد تقول له رجلك هتقطع وبرضك يصر على التدخين. فكان حاجه الحقيقه ماساويه جدا يعني. وده ما انتظمش يعني برضك، يعني مش بس سجاير وما انتظمش بعد كده، فرجع سائت. وانا سمعت ان هو ان حصل له بتر مشط قدم برضه. طب يا دكتور، يعني نفهم من كلام حضرتك ان ممكن تكون التدخين او السجاير بتاثر على مدى فعاليه العلاج بالاوزون؟ لا، ما هو مش ياثر. ما انت انا النهارده انا بوجد عامل بيضيق لي الاوعيه الدمويه، لان مرض بيرجرز حاجه مختلفه. ايوه. مرض بيرجرز النيكوتين بالذات والقصه ديت ما هي المؤثره وبتؤدي الى التصلب الشرايين، عنده ضيق الشرايين وتلف الشرايين بالشكل ده. فمرض بيرجر نحطه على جنب. لما اتكلم على مريض السكر، طب ما انا لما بفضل بوظ السكر وافضل اكل وافضل ما التزمش بالدواء، ما انا بدهور الحاله بتاعت الاوعيه الدمويه بتاعتي، وتقول له اوزون صلح لي نصلح. طب انت بتقابلني ليه بحاجه غلط قاعد اصلح فيها؟ طب ما تلتزم معايا فيها عشان يبقى الامتداد صح والتحسن في الدورة الدموية، يفضل نتحسن ونتحسن ونتحسن لغاية ما نوصل لدورة دموية شبه طبيعية يعني. تمام. هو للأسف يا دكتور لضيق الوقت مش هنقدر يعني نسترسل في الكلام أكتر من كده. إن شاء الله الحلقة الجاية نبتدي بقى نعرض. إحنا طبعًا كنا جايبين أعزائي السادة المشاهدين، كنا جايبين النهاردة يعني في صور لحالات قدم سكري. طبعًا كان المنظر بتاعها أو قبل العلاج بجلسات العلاج بالأوزون كان الموضوع كان صعب جدًا. بعد العلاج الوضع طبعا اختلف. الموضوع ده مش دعايه، دي حقائق
والحالات دي حتى مش معمول هنا في مصر، في بعضها اتعمل هنا في مصر، وفي البعض الاخر اتعمل في دول اوروبيه موثقه بالتواريخ واسامي الاطباء وعدد الحالات. طبعا الحالات دي كلها بتبقى بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبتاخد تركيز والتزام من المريض قبل الدكتور بالعلاج. طبعا الوقت ضيق النهارده، مش هنقدر نعرض الحالات دي كلها او نعرض الصور الموضحه لهذه الحالات. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هيبقى في وقت اطول او افضل ان يعني نعرض فيه الحالات دي باذن الله. ان شاء الله انتظرونا كل اسبوع ان شاء الله في تمام الساعه السادسه. دكتور طارق، بشكر حضرتك لوجودك معايا النهارده، وعلى وعد بلقاء اخر ان شاء الله في الحلقات القادمه. اعزائي الساده المشاهدين، شكرا لمتابعتكم لنا، نرجو ان نكون قد اسعدناكم، وعلى وعد بلقاء اخر قريبا باذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.